فنفأر للشيخ المجاهد قاسم سليمان. واليوم من غزة يتم حرق علم الكيان الصهيوني وعلم أمريكا رأس الشيطان الأكبر في رسالة أننا نحن جميعا أبناء قضية واحدة، أبناء قضية عادلة. الشيطان الأكبر، الله الله أكبر، أمريكا الشيطان الأكبر. الموت لإسرائيل، أكتب بالدم النازل. الموت 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 لإسرائيل. نبعث بالتعازي إلى الشعب الإيراني والشعب العراقي وأمتنا العربية والإسلامية وحركات المقاومة التي فجعت بافتقاد هذا الشهيد البطل القائد الذي كان محورا مهما في عمل المقاومة في فلسطين وخارج فلسطين. نحن في حركة الجهاد الإسلامي وحركات المقاومة الفلسطينية كان افتقاد الشهيد البطل القائد سليماني خسارة كبيرة جدا للمقاومة الفلسطينية، وهو الذي كان الداعم الأساسي لحركات المقاومة على أرض فلسطين. ولولا الدعم العسكري واللوجستي الذي كان مشرفا عليه سليماني ما وصلت المقاومة الفلسطينية إلى ما وصلت عليه في الصراع مع العدو الصهيوني. الواقع أن الاغتيال سيترك أثرا في نفوسنا، ولكن من الواجب أن يشكل هذا الجرح إصرارا جديدا على مواصلة الطريق. ونحن على يقين أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومحور المقاومة الذي أنجب القائد سليماني قادر على أن ينجب آلاف القادة في مواجهة هذا الاحتلال وفي مواجهة هذا العدوان الأمريكي في المنطقة. رسالتنا اليوم من بيت العزاء على أرض قطاع غزة، غزة المقاومة، من بيت عزاء الحاج قاسم سليماني ورفاقه الذين تم اغتيالهم على يد الغدر الأمريكية الصهيونية، لنؤكد على رسالة الوفاء لمن دعم فلسطين، دعم المقاومة. نحن أوفياء لمن دعمنا ووقف معنا على طريق التحرير، ولنقول أن الإدارة الأمريكية والاحتلال الصهيوني يتحملان المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة. هذه الجريمة لن توقف المقاومة على أرض فلسطين. نحن مستمرون على درب المقاومة حتى نحرر فلسطين، كل فلسطين.